شوف كده ايه اللي فيها ايه. بص معايا الاوتر سيجمنت عباره عن اطباق صيني، ادي اول طبق، طبق صيني مسطح كده، الطبق اللي تحتيه اللي بعديه وهكذا اهو، دي كلها اطباق صيني، ودي بسميها الاوتر سيجمنت، بسميها ايه؟ الاوتر سيجمنت. بعد كده الاقي حته كده تخينه كده فبدايتها ضيقه، اسمها ايه؟ انر سيجمنت. بعد كده الاقي حته فيها النيوكليوس، هي خليه لازم يكون لها نيوكليوس نيرون، وبعد النيوكليوس ينزل الاكزون اللي عامل ايه؟ ساينابس اهي. سهله كده. نقول تاني دي اسمها على بعضها ايه؟ رود. ليه سميناها رود؟ عشان الاوتر سيجمنت شبه الرود، شبه العصايه، مستطيل يعني. تاني الاستراكشر، رقم واحد اوتر سيجمنت، رقم اتنين انر سيجمنت، رقم ثلاثة ايه؟ نيوكليار ريجون، نيوكليوس يعني، رقم اربعة اللي تحت اسمها ايه؟ سيناتيك ريجون. الاوتر سيجمنت، ارجع بقى لكلام النظر اللي عندك، يعني ايه اوتر سيجمنت؟ يقول لك رقم واحد اكسترنال، ما هي قال عليها اوتر، وفوتو سنسيتيف بتحس بالضوء، ورود شيبد شبه العصايه، بورشن يعني جزء من الرود، عباره عن ايه؟ عباره عن اطباق صيني زي بعضها بالظبط، زي بعضها مكتوب عندك يونيفورم. يونيفورم يعني ايه؟ شكل موحد، يونيفورم. وفلات، فلات يعني مسطح، طبق صيني ممبرينوس ديسك، ديسك يعني طبق. بقولك هو اتعمل ازاي؟ قالك ان السيل ممبرين، بص معايا كده في الرسمه، بيحصل له انفجينيشن اهو، واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، ده كله عبارة عن ايه؟ انفجينيشن في السيل ممبرين. لما اقول اوتر سيجمنت يبقى ناحية مين؟ ناحية الريتنال بيجمنت ميثيليوم، يبدأ يفرز مادة اسمها رودوبسن، الرودوبسن تبدأ تدخل جوه لحد ما الطبق يتملي، يقوم يحصل له ايه؟ يقفل من ناحيته وينفصل عن السيل ممبرين كده، اصبح طبق اهو ينفصل كده من شده كده، فهمت؟ تاني ايه اللي حصل؟ انفاجينيشن من السيل ممبرين، يعني السيل ممبرين دخل لجوه، بدا يتملي بماده اسمها ايه؟ رودوبسن اهو، بيتملي بالرودوبسن، بعد ما يتملي يحصل له ايه؟ ينفصل من السيل ممبرين، ساعتها يتحول لايه؟ لطبق ديسك، يسقط عليه الضوء كده يحصل له ايه؟ يتكسر، يتكسر. مين يعمل له فاكوسايتوز؟ الريتنال بيجمنت ميثيليوم اهو، اطلع سيل ممبرين جديد، شوف المنظر عامل كده، يتملي بالايه؟ بالرودوبس، تشوفه يستهلك وهكذا. الناس فهمتها؟ يقول تاني الاوتر سيجمنت، ايه تعريفها تاني؟ اوتر يعيدها لك تاني، اكسترنال فوتو سنسيتيف بتحس بالضوء، روت شيب دي بورشن كونتينز سيريز يعني مجموعه من الفلاتند، سيريز اوف يونيفورم فلاتند ممبرينوس ديسك. اتكونت ازاي؟ انفاجينيشن من السيل ممبرين، بلازما ممبرين يعني سيل ممبرين، ذات بيكام سيبريتد ليتر اون زي كونتين ايه؟ رودوبسن. عيد تاني الاوتر سيجمنت؟ تمام. نيجي رقم اتنين اسمها ايه؟ انر سيجمنت. مش انا قلت لك بدايتها ضيقه؟ يبقى كونكتد للاوتر سيجمنت بكونستريكشن. كونستريكشن يعني حته ضيقه، اختناق، اسمه كونكتنج ستوك. طب الحته ضعيفه فعايزين نعملها سبورت، فهنمشي فيها سيليا، سيليم بس موديفايد. هتفتح تركيب السيليا كام في كام؟ 9 في 2 9 في 2 زائد ايه؟ 2 في 1، دي ما فيهاش 2 في 1. تاني الحته دي ضيقه يا جماعه، فماشي فيها سيليا، السيليا دي يعني حاجه زي العمود كده مليانه مايكروتوبيولز عشان تعمل سبورت سايتوسكيلتون. يبقى اول جمله كونكتد تو ذا اوتر سيجمنت باي كونستريكشن، اسمه كونكتنج ستوك، بيحتوي على موديفايد سيليا، سيليا مفرد سيليا عباره عن 9 بريفرال دبلت، اكتب عليها 9 في 2 اهو 9 دبلت، مفيش حاجه في النص، وزود سنجلت ان ذا سنتر. طب بعد كده هنا فيها ايه؟ مش في كده خلية؟ بقية مكونات الخلية ريبوسومات كتيرة، مكتوب عندك بوليسومز والار اي ار والاس اي ار والجولجي والميتوكوندري وجلايكوجين كمان ده ستورد فود.
رقم نعم بوليسومز يعني ريبوسومات كتيرة. بوليسومز بسموها بالعربي عديد الريبوسومات لو تفتكروها. بوليسومز يعني ريبوسوم بس ريبوسومات كتيرة بنسميها بوليسومز، مع RER مع SER مع جولجي مع جلايكوجين. رقم ده سهل قوي. نيوكليار ريجون يبقى فيها ايه يعني؟ النيوكليوس اوف ذا رود وكونكتد للانر سيجمنت بعصايه، شايفين العصايه دي؟ هيسموها اوتر رود فايبر. اكتب جمله تاني. النيوكليار ريجون كونكتد لمين؟ للانر سيجمنت بايه؟ باوتر رود فايبر. الريجون الرابعه اسمها سينابتيك ريجون كونكتد للنيوكليار ريجون بايه؟ بانر رود فايبر. هتفهمها دي كده النيوكليار ريجون اهو فوقها اوتر رود فايبر يبقى ممسكها في الانر سيجمنت، تحتها انر رود فايبر هيمسكها في السينابتيك ريجون. والسينابتيك ريجون اسمها العلمي سفيريول عشان شبه الكره الصغيره، هو في الاخر منظرها شبه الكره اسمها رود سفيريول، ودي هتعمل سينابس مع السكند اوردر نيرون. نقول من اول تاني تاني اهو هعيدها من اول تاني خالص. السؤال بتاعنا اسمه ايه؟ رودز. اول حاجه ايه؟ نمبر. النقطه الثانيه استراكشر. النقطه الثالثه بالمره الفانكشن. يبقى انا جايلك في الامتحان هتكتب كام ايتم؟ ثلاثة. رقم واحد النمبر سهل قوي مور نيومرس او خدتها في الفيسيولوجي 120 مليون. الاستراكشر بتتكون من كام جزء؟ من اربعه. اول واحد اسمه ايه؟ اوتر سيجمنت. عشان كل حته مختلفه عن الثانيه. الحته الثانيه اسمها ايه؟ انر سيجمنت. الحته الثالثه نيوكليير ريجون. الحته الرابعه سينابتيك ريجون. بدانا بالاوتر سيجمنت. اول جمله فيها مهمه ان شكلها شبه الايه؟ الرود. عشان كده اسمها رود. عشان هي رود شيبد. يبقى الاوتر سيجمنت شبه الرود. يبقى مكتوب عندكم ايه؟ زي اكسترنال رود شيب فوتو سنسيتيف سيجمنت. بتحتوي على ايه؟ ايه؟ عبارة عن فعل شكلها في الحقيقة عاملة زي رصة اطباق صيني مسطحة فوق بعضها بالظبط. كل طبق فيه ايه؟ رودوبسي. الطبق بيتكون ازاي؟ حد يقول لي؟ انفاجينيشن من السيل ممبرين سيباريتد ليتر اون بينفصل بعد ما بيتملي بالرودوبسي. كده خلصنا الاوتر سيجمنت. عيدها تاني. عباره عن شويه اطباق صيني فوق بعضها يبقى سيريز اوف يونيفورم فلاتند ممبرينس ديسك كونتين رودوبسي. ليه سميتها ممبرينس ديسك؟ اتعملت ازاي؟ انفاجينيشن من السيل ممبرين، يعني السيل ممبرين دخل لجوه حصل بعد شويه سيباريتد منفصل من السن بينه اصبح لوحده هو طبق سن لوحده. اتفهمت؟ نيجي رقم اثنين مين؟ انر سيجمنت. الانر سيجمنت كونكتد للاوتر بايه؟ بكونستريكشن حته ضيقه اسمها كونكتنج ايه؟ ستوك. عايز اعمل لها سبورت. مين اللي هيمشي فيها؟ سيليا موديفايد سيليم. ليه سميتها موديفايد؟ لان اي سيليا تركيبها 9 في 2 زي 2 في 1 بس دي اللي بتتحرك. دي ما بتتحركش كل وظيفتها سبورت فكفايه عليها 9 في 2 فقط. يبقى 9 بريفرال دبلت ومفيش حاجه فين في السنتر. طب بقيه الانر سيجمنت فيها ايه؟ بقيه الخليه بوليسومز يعني ريبوسومات ار اي ار على اس اي ار على جولجي على جلايكوجين جرانيولز. 3 و4 دي سهله قوي بس كل فكره تفهمها. الناس اللي ورا شايفه دي اسمها نيوكليير ريجون صح؟ طلع منها من فوق هنا ايه؟ اوتر رود فايبر هيمسكها في مين؟ في الانر سيجمنت. ونازل منها هنا برضو عصايه صغيره اسمها ايه؟ انر رود فايبر هيمسكها في مين؟ السينابتيك ريجون. ايه بقى مكتوب عندك ايه؟ نيوكليير ريجون كونتين ايه؟ لنيوكليوس اوف ذا رود اهو فيها النيوكليوس بتاعت الرود. اند كونكتد تو ذا انر سيجمنت باي اوتر رود فايبر بس كده خلاص. اربعه سينابتيك ريجون طالعه منين؟ من النيوكليير ريجون اهي طالعه من النيوكليير ريجون باي انر رود فايبر. وليه سميتها سينابتيك؟ عشان هتعمل سينابس مع ايه؟ مع النيكست نيرون مع السكند نيرون. كله صح. اخر حاجه وظيفتها مش فيها حرف الدي مسؤوله عن الديم لايت. ديم كلمه ديم حلوه دول خافر نايت صح مفيش مشكله.
وعشان كده النمبر بتاعها بايه؟ بالمليونز. الروت فيها حرف الدي، مسؤول عن الدم، مسؤول عن الليل، مفيش مشكله لازم تحب تحفظها. رقم 2 الكوب، اول حاجه النمبر ليست نيومرس، 7 مليون بقى الكون عددها 7 مليون. عايزين نرسمها بقى. ليه تسمي تكون؟ معايا؟ عشان الاوتر سيجمنت شبه المثلث. بس بص بقى على المثلث بقى عامل كده. ده كده ايه اللي انا برسمه؟ انفاجينيشن اوف ذا سيل ميمبرين. وهتفضل انفاجينيشن، عمرها ما هتنفصل. بيدخل جواها ماده اسمها ايه؟ حد فاكر؟ ايودوبسين. اهو. ايودوبسين اهو. عشان ما انفصلتش لما الضوء يسقط سهل قوي ان احنا نستهلكها، نعملها فاجوسيتوز من غير ما ايه؟ ما كسر التب. التب هتفضل سليمه. تاني ده كده الاوتر سيجمنت، هعمل انفاجينيشن للسيل ميمبرين اهو، بس مش هينفصل، هيفضل بيرمننت ويتملي بماده اسمها ايه؟ ايودوبسين. الفرق بين الايودوبسين والرودوبسين ان الايودوبسين ثلاث انواع، فبيقدر يحس بالايه؟ بالكلر. يعني في نوع مش عارف تحس باللون ال ماشي الازرق والاحمر ولا ايه؟ خلاص يا جماعه دي اسمها الاوتر سيجمنت. باقي التركيب عادي بقى نفس التركيب بالظبط. كونستريكشن اهون، انر سيجمنت اهون، سيليا برضو نفس التركيب، نيوكليار ريجون، بس ان هي هنا بقى مش بنسميها سفريول، تبقى شبه الرجل كده عامله كده، بنسميها بيديكل، بسميها بيديكل عامله زي الرجل. نقول تاني هقرا من عندك تاني اهو، انا بس برسمها بسرعه بس كده اهو. ايه كمان عندك ايه؟ الكون اول حاجه النمبر ليست نيومرس، بتختلف عن الرود في 5 اختلافات. اول اختلاف ان الاوتر سيجمنت ايه؟ كونيكال. ادي اول اختلاف اهو شبه المثلث، ذا اوتر سيجمنت از كونيكال. الاختلاف الثاني الاوتر سيجمنت عباره عن ميمبرينس لاميلا، دي مش قادر اقول عليها ديسك، دي لما انفصلت اصبح شبه مين؟ شبه الطبق. فهنا فعلا اسمها ديسك، هنا اسمها ايه تاني؟ لاميلا، عباره عن طبقه من الممبرين اهو، ممبرينس لاميلا. اولا ليس نمبر اقل من هنا، ليس نيومرس. رقم 2 كونتينوس مع السيل ممبرين، ماسكه في السيل ممبرين لسه، وترجمها لك تاني صفحه بيقول لك ان هي بيرمننت مش هتختفي. يترجمها لك تاني نوت فاجوسايتوزد، دي كلها مترادفات لكلمه ايه؟ كونتينوس مع السيل ممبرين، ما دي كان حصل لها ايه؟ سيباريتد. اقول تاني الفرق التاني ان الاوتر سيجمنت بيحتوي على ميمبرينس لاميلا، ممكن كده ميمبرينس ديسك برضو، بس الاصح دي اسمها ايه؟ ديسك، ودي اسمها لاميلا. ايه الفرق بقى بين الميمبرينس لاميلا وميمبرينس ديسك؟ اولا اقل في العدد ليست نمبر. رقم 2 كونتينوس مع السيل ميمبرين، يعني ايه كونتينوس مع السيل ميمبرين؟ يعني بيرمننت هتنفصل. طب يعني ايه بيرمننت؟ يعني نوت فاجوسيتوز، طب كلها مترادفات. تمام. رقم 3 الفرق الثالث، مش انا قلت ان مسؤول عن مين؟ عن الكالر والنايت كليه والبرايت فيجن، مسؤول عن الكالر والبرايت فيجن او الدي فيجن، وبتحتوي على بيجمنت اسمه ايه؟ ايودوبسين. نهايتها من تحت اسمها ايه؟ بيديكل. بيديكل ده الفرق الرابع. الانر كون فايبر اللي هو بصه ده كان اسمه انر روت فايبر، هنا بقى اسمه انر كون فايبر، بيعمل سينابتك ريجون على شكل ايه؟ بيديكل، عشان تعمل سينابس مع السكند اوردر نيرون. اخر نقطتين مهمه جدا في الام سي كيو على فكره، ان كل كون هيعمل سينابس مع 1 باي بولر نيرون، بيسموها 1 تو 1 بريزنتيشن، يعني واحد لواحد. ليه بقى؟ الكون 7 مليون ومسؤول عن اللون، فكل ما يكون النمبر بتاعه عايز يكون ايه؟ واحد قصاد واحد، لان هو مهم. اما الرودز ال 120 مليون فبقول لك ايه؟ ميني رودز، مالتيبل رودز، اكتر من رود. قلت له كام؟ 200؟ مفيش مشكله ماشي. تعمل سينابس مع ايه؟ مع واحد بايبولر. المهم قوي في الام سي كيو، وده فرق اساسي، ان كل كون بيعمل سينابس مع واحد. عيد اختلافات تاني؟ ممكن اشغل التليفون ولا مش حاجة.
عيد الكون تاني يا جماعه ولا اتفهم؟ في مشكله يا جماعه؟ ايه الناس اللي ورا زعلانه ليه؟ الرودز والكونز لو عايزين عيد العيد تاني مفيش مشكله، حس النهارده صغيره مصدقين يعني فهمتوها يعني؟ تمام. ايه اللي بالصفحه؟ سبيشاليزد ارياز اوف ذا ريتنا، اكتب عليها صور ريتنا. ايه يا دكتور الكونز تيجي يعني مش تيجي نظري صح؟ الكون ما فيش نظري لان هتقول ايه؟ سيميلر للي فوق. ففي الغالب تيجي مقارنه. في الغالب يجي السؤال اشرح الكون والرود. صح يجيب لك الكون لوحدها. دلوقتي سؤال نظري تاني اسمه سبيشاليزد ارياز اوف ذا ريتنا. وده طبعا قلناه الحصه اللي فاتت. يعني هيقول نفس الكلام. سؤال نظري اه. سبيشاليزد ارياز اوف ذا ريتنا. في حتتين. حته بتشوف كويس قوي اسمها ماكيولاليوتيه او فوفيا سنتراليز. وحته ما بتشوفش خالص اسمها اوبتيك ديسك او اوبتيك بابيلا او بلايند سبوت. ده قلناها الحصه اللي فاتت. احنا هنقراها بس. اقول تاني. الريتنا فيها اتنين سبيشاليزد، اتنين عكس بعض. واحده بتشوف فيها كويس قوي. ايه ده كده مكتوب ايه؟ ماكيولاليوتيه. اكتب عليها يلو سبوت. هي مكتوبه فوق عامه يعني. ماكيولاليوتيه معناها يلو سبوت. اليوتيه جاي من كلمه اليوتيه من اصفر وماكيولا يعني سبوت. موجوده في السنتر بتاع الريتنا قصاد مين؟ السنتر بتاع اللينس. وفيها يلو بيجمنت في السنتر بتاعها. اوفال ديبريشن اسمه فوفيا سنتراليز. بيكون بيل. يعني ايه بيل؟ يعني مش فيه بيجمنت ولا يحتوي برضه فيه بلاد فيزلز. امال بيحتوي على ايه؟ اونلي كونز. فكده مسؤول عن الفيجوال اكيوتي، حده البصر، والشاربست كلر ديسكريميشن، واحسن تمييز للالوان. سهله كده؟ اول حته سبيشال في الريتن اسمها ماكيولاليوتيه. دي موجوده فين؟ في السنتر بتاع الريتنا قصاد السنتر بتاع اللينس. وليه سميتها اليوتيه؟ عشان فيها يلو بيجمنت. في نصها اوفال ديبريشن، مش فيه بيجمنت ولا فيه كمان بلاد فيزلز، فيو بلاد فيزلز. امال مليان ايه؟ كونز. ممكن تبص عليها هنا اهو. بصوا معايا؟ هنا طبقات كتيره. فالطبقات اللي في الاول بغذيها منين؟ من الكرويد. والطبقات اللي فوق ببعت لها حاجه اسمها سنترال ريتينال ارتري، حطوه في الاناتومي. لكن هنا بصوا السمك قد ايه؟ سمك قليل. يبقى ماشي بلاد فيزلز ليه؟ فالبلاد فيزلز قليله. وكمان البيجمنت قليله. الحفره دي اسمها ايه؟ فوفيا سنترال. بص كده في الرسمه فيها ايه؟ اهو كونز اونلي. دي مسؤوله عن ايه؟ فيجوال اكيوتي، حته البصر، والشاربست كلر ديسكريميشن. فهمت؟ نيجي لحته ثانيه اسمها اوبتيك ديسك. انا عايز الناس تقسمها كده رسمه بسيطه عشان تفهمها اكتر. لو انت تخيلت كده دي كده الريتنا اهو. بدايه الريتنا نقطه اسمها ايه؟ اورس الريتنا. هنا اورس الريتنا. ده مكان الخروج لاوبتيك نيرف اسمه ايه؟ اوبتيك ديسك اوبتيك بابيل. فين السنتر بتاع اللينس؟ هنا. هي دي الحته قصاد مين؟ السنتر بتاع الريتنا والسنتر بتاع اللينس اللي اسمها ماكيولاليوتيه او فوفيا سنتراليس. ال 10 طبقات بتوع الريتنا هفاكرهم؟ اول طبقه اسمها ايه؟ ريتينال بيجمنت بسيليا، رودز وكونز، مش عارف انر ليمتنج اوتر ليمتنج ممبرين، اوتر بليكس نيوكلير، اوتر بليكس وما اعرفش. الطبقه رقم 9 اسمها ايه؟ اوبتيك نير فايبر. بيجي الاوبتيك نير يمشي كده، بص اهو بيجي ينزل من هنا. كذلك برضه ناحيه دي بيمشي كده وبيجي ينزل من هنا. فالحته دي كلها اصبح فيها ايه؟ اوبتيك نير فايبر بس، لا فيها كون ولا رود ولا اي حاجه خالص. عشان كده لو الضوء سقط عليها مش هنشوف. فبنسميها بلايند ايه؟ سبوت. اكتب التعريف عندك، مش مكتوب عندك. ايه التعريف؟ اكزيت سايت اوف اوبتيك نيرف. ده كان مكتوب في المقدمه. تعريف الاوبتيك ديسك او الاوبتيك بابيلا او البلايند سبوت. exit site of the optic nerve on the posterior wall. موجود على البوستيريور اهو. ده موجود في المقدمه في الاول خالص الحصه اللي فاتت. اقول تاني تعريف الاوبتيك ديسك. exit site of optic nerve موجود بوستيريور. ايه اللي بيحصل؟ كل الطبقات بتاعه الريتنا مش موجوده ما عدا مين؟ الاوبتيك نيرف. مكتوب عندك with the exception of the optic nerve fiber. دي طبقة رقم 9. كل طبقات الريتنا حصل لها سيز. سيز يعني ايه؟ ستوب. توقفت. ابربتلي عند المارجن هنا وهنا. الناس فهمتها؟ تاني يا جماعة كان في هنا 9 طبقات محطوطين هنا تحت كده هم. وهنا برضه.
الطبقة دي وقفت هنا ووقفت هنا مرة واحدة مش تدريجي ابربتلي يعني صدري. نقول تاني اول حاجة تعريفها ايه؟ مكان خروج الاوبتيك نيرف موجود على البستير الوول. تركيبها ايه؟ اوبتيك نيرف فايبر اونلي. امال الطبقات الباقية حصلها ايه؟ اختفت توقفت فجأة. يعيد الكلام تاني يبقى نو فوتو ريسبتور عشان كده بسميها بلايند سبوت. وده مكان دخول وخروج السنترال ريتينال ارتري وفين. والسنترال ريتينال ارتري ده بيطلع منه كابيلاريز شوف عشان تغذي ايه الانر لاير اوف ذا ريتينا ما عدا مين من فوفيا سنتراليز. امال مين بيغذي الاوتر لاير اوف ذا ريتينا؟ الكرويد. الكرويد بيغذي الاوتر لاير اوف ذا ريتينا لكن الانر لاير جاي لها حاجه اسمها سنترال ريتينال ارتري. سهله الصفحه دي ولا فيها مشكله؟ تمام نقلب الصفحه ناخد بعد كده الايليد. الايليد احنا كنا خدنا الكونجنكتيفا هناخد الايليد. الصفحه دي كلها اكتب عليها ام سي كيو كده اخر صفحتين ام سي كيو نخش قبل كده خالص سيبهم حاجات اكسسوري ما لهمش علاقه بالرؤيه اكسسوري. الايليد ليه رسمه تاني صفحه صفحه 200 فاضل كتير ايه مرغي منه والمدل. دي كده اسمها كورنيا ودي كده اسمها سكليرا. مرغي الحته دي كده صغير قوي هما دول بس. بص كده عندك كده اهو هو رسمك دلوقتي مين عندك؟ رسمك الابر ايليد ولا اللور؟ بص معايا كده يا جماعه اول طبقه ناحيه بره اسمها سكن اسمها ايه؟ واي نوع من السكن؟ سن. ادي اول طبقه اسمها سن سكن. الاقي تحتها هنا كده عضله سكليتال ماسل عارفين اسمها ايه؟ اوربكولاريز اوكولاي. اوربكولاريز اوكولاي ماسل. الفورد من السكن ده كله لازم يكون جواه سبورت لازم يكون جواه حاجه ما ينفعش نحط جواه بون ولا كارتش نحط جواه ايه؟ فايبرس تيشو معمول عندك عامل كده اهو ده كله فايبرس تيشو اسمه تارسس. تارسس بلاقي جواه جلاند غده اسمها ميبوميان دي غده دهنيه بتفرز زيت سبيشيس يعني. بعد كده الاقي مين بقى حد فاكر؟ البلبيبر الكونجكتيفا صح؟ اللي ريفليكتد وبقى اسمه ايه؟ بلبر. اقول تاني ترتيب الايليد. اقول تاني ترتيب من الرسمه. اهم حاجه من الرسمه هو واخد طبقات. اول طبقه ناحيه بره اسمها ايه؟ سين سكن. اهو سين سكن. بعديها الاقي ايه؟ ماسل. اوربكولاريز اوكولاي. بعد كده لازم يكون في سكيلتو. ما ينفعش احط لابون ولا كارترج. هنحط ايه؟ فايبرس تيشو. دنس فايبرس تيشو. عامله كانها شريحه كده. الشريحه دي اسمها ايه؟ تارسس. بنحط جواها جلاند بتفتح على المارجن اسمها الجلاند دي ميبوميان. بعد كده الاقي مين؟ البلبيبرا الكونجكتيفا اهي بصوا في الرسمه هنا اللي ريفليكتد وتروح تغطي ايه؟ السكليرا. اللي بتغطي الايليد اسمها بلبيبرا. اللي بتغطي السكليرا اسمها بلبر. خدناها من سطين كده. هنا بقى مرسوم هنا ايه بقى؟ الهير اللي هنا اسمه ايه؟ ايلاش. دايما صفين ثلاث صفوف اربع صفوف زي ما مرسومين لك كده بص يعني هو عندك رسم كام صف؟ صفين اهم اسمه ايلاش. فهمت الرسمه؟ ندخل بقى على كلام النظر. الكلام ده كله قراءه. حاجه تبقى عارف الطبقات ايه؟ اول طبقه سكن. تعريف الايليد موفابل فولد من تيشو اهو فولد اهو فولد طالعين ونازلين اهو فولد من التيشو وموفابل بيتحرك. بيتكون من الطبقات الاتيه اول طبقه سكن اهم حاجه فيها كلمه سن. السكن هنا نوعه سن يعني في سبيشيوس جلاند وسويت جلاند. الدرمس اللي تحتيه كمان ديليكت انا مش فيه فات اكتب نو فات. السكن ده يا جماعه مش فيه فات ده سكن مش فيه فات. اخر حاجه الاي لاش يمكن هم فيها كلمتين على فكره. اولا استف عارفين يعني ايه استف؟ يعني واخده القوام بتاعها. ولو الهير دوت زي الهير ده
كان زمان هو دلوقتي نازل كده قدام العين. لا ده هو ستيف، كلمة ستيف يعني ليه القوام بتاعه. والحاجة التانية نو أريكتور بيلي مصر ليه القوام بتاعه؟ ستيف يعني يعني ستيف ماشي متيبس ستيف ونو أريكتور بيلي مصر نو أريكتور بيلي مصر. لا ريكتور بيلي مصر دي بتعمل إريكشن اللي هي في أي مكان تاني إلا الأي لاش. سهلة. العضلة التانية اسمها إيه أو التركيب التاني اسمه إيه؟ كونوكليرس أوكولاي. مين اللي بيرازيها؟ النيرف رقم 7 بتعمل إيه؟ بتقفل العين. حاجة سهلة. التالتة دي بقى مهمة. طرسس. تكتر أول إنسكيو. إيه تعريفها؟ دينس فايبرس بليت. ده الهيكل بتاع الأي ليد. دينس يعني كتير. فايبرس يعني ألياف. بليت يعني شريحة. شريحة من الألياف. بتحتوي على جلاند اسمها ميبوميا نكتب عليها دي فريزون. ايه اهميه الميبوميا جلاند؟ بتفرز اويلي لوبريكانت سكريشن. ليه اويل؟ عشان يقلل تبخير التيرز عشان الدموع تفضل موجوده على العين. فكده ما قلنا ان لازم الكورنيا تكون ويت والتنجرس غلط، فالتير ده لو كله ميه هيتبخر بسرعه. مين هيحافظ عليه على العين؟ الاويل. ميبوميا تفرز اويلي سكريشن. الطبقة الأخيرة بالليبرال إيه؟ كونجنك طيبة اللي هي بتغطي الانر سيرفس أو بلاين الانر سيرفس وفايدل. آخر حاجة بقى لك لما لقيت أباريتوس حطوا إم سكيو حطوا في الأناتومي حطوا بصوا يا جماعة لو رسمت العين هنا هي دي كده العين ودي العين التانية ورسمت النوز كده اهو كفايه كده والبوق كمان. بص معايا فين اللاكريما الجلاند؟ حد يعرف؟ ايوه هنا وهنا. ايوه ماشي في الحته دي كده والحته دي كده. ده الجمله مكتوب عندك ايه؟ تير سكريتنج. اللاكريما الجلاند دي بتفرز دموع، الفلويد بتاعها اسمه تير. تير سكريتنج جلاند بنشوفها بعينينا، يبقى كومباوند تيوبولو الفيولار. موجوده فين؟ في السوبيريور لاترال بارت اوف ذا اوربت او عند الاوربيتال مارج لما تحب تقول كده. اللكه المرفوصه طبعا بيسموها في الرحم. تمام. عباره عن ايه من جوه؟ عباره عن سيرس اسينوي هينزل منها من 6 ل 12 ضغط. عدد الضغط ده تصبط فين؟ تصبط فين؟ الحته دي شفتوا فين؟ اهي اللي فوق دي اسمها سوبيريور كونجنكتيفال فورنكس. الناس متخيلها؟ ما انت قلت هنا واحدة هنا وواحدة هنا، يعني في السوبيريور لاترال بينزل منها ضغط هتصبه فين؟ في الايبكس هنا. اسمها السوبير كونجنكتيفال فورنكس. وكده الدموع هتنزل في الحتة دي كده اهو وتبدأ تتحرك. وهي بتتحرك بتعمل ايه؟ ويت لوبريكيت كليننج للاي. كده اصبحت وحشة. نعملها بقى ايه؟ نعملها درينج. نعملها درينج ازاي؟ هتلاقي على الليد مارج كده في هنا فتحه صغيره خالص وهنا في فتحه صغيره. شوف حد شافها يا جماعه؟ اه وروح كده ايوه قدام المرايه كده واعمل كده تلاقي فتحه صغيره كده. طب حد عندها طلع عمل كده ايه؟ بصوا يبقى المنظر كده اهو. تلاقي طلعت لفوق كده سنه ونزلت تاني اهو، نزلت تحت كده وسنه وطلعت تاني. فتحه اسمها بانكتم، جمعها بانكتم. بانكتم بانكتم يعني اوبننج، راوند اوبننج. موجوده ميديال ولا لاترال؟ ميديال. خلاص بعد ما التيرز غسلت البنك ده دي هينزل منها كاناليكيولاس وهنا كاناليكيولاس. يتحكوا مع بعض يعملوا ايه؟ كومن كاناليكيولاس اهو تاني كانال صغيره كاناليكيولاس وهنا كاناليكيولاس. يتحكوا مع بعض يعملوا كومن كاناليكيولاس. كاناليكيولاس مبطنه بايه؟ حد يعرف؟ استفات سكويمس. ان هي فاتحه السكن، فاتحه السكن. الاقي في هنا حاجه اسمها لاكريمال ساك. عارفينها شفتها في الاناتومي. لاكريمال ساك دي بتخزن فيها كتير. وكل ما ترمش كل ما في جزء من الروبوكلاس الكولاي يشد على اللاكريمال ساك يقوم يعمل فيها نيجاتيف بريشر فتنزل الدموع اللي فيها. الاقي فينا ضغط كده اسمها ايه؟ ميزولاكريمال. طبعا وطني بيه ميزولاكريمال. ريسبيراتوري بسيل ريسبيراتوري. هي دي الحته في الام سي كيو الكومن كات. نعم؟ لا اه طول ما انت قاعد كده على فكره يا جماعه في دموع بتنزل في نيزولاكريمال ساك وانت ما تحس بيها. انا عددها قليل. تعرف تعمل تحس بيها؟
بيقولوا يا جماعه ان الكلام ده سبحان الله متغذيه بسمباثيك فايبرز. عارف انت مينا يعني ساعه العواطف؟ ايوه. زعلان فرحان ايه اللي يحصل؟ بتطلع كميه كبيره اكتر من كميتي ليه البنك بتاع ملاك رمالسان. يوم يحصل ايه ساعتها؟ ايوه تنزل هنا كده تشحت في كل شويه كده. لكن التيرف موجود 24 ساعه. تخيل كده عندك ازاز عربيه، ازاز مهدا يعتبر ازاز عربيه وانت ماشي في الشارع شايفين له تراب. سبحان الله في تيرز من عشان ايه تمسحه. بتطلع منين؟ من اللاترا وتمشي ايه ميديال. الناس فهمت ولا اكتر بتاعها عايز؟ الناس فهمها يا جماعه. ام اخرها ام سي كيو مفيش اي مشكله خالص. عايز تقول ايه؟ تقول بس عايز تقول ايه؟ خلاص يا جماعه كده خلصنا شابتر الغاز. يبقى دلوقتي يا جماعه الورقه بره على استاذ محمد. اللي عايز يبدا معايا يوم الجمعه عملي يسجل اسمه. في ثلاث مواعيد، في 10:30